الله يمسيكم بالخير. كل الشكر لك أخوي، وكل الشكر للموجودين والحضور. نبارك لزميلنا وأخونا الكبير طارق المسلم، هذا الفرح إن شاء الله نتمنى له بالرفاه والبنين إن شاء الله، وإن شاء الله أيامه سعيدة كلها. وبعدين اليوم كنا عرسان مع أخونا، يعني نبارك له من كل قلبنا، وإحنا مشاركين اليوم الفرحة مجلس المحافظة جميع موجود هنا، كأن كنا عرسان ومعازيب له. وأخونا الكبير الأستاذ طارق المسلم يستاهل منا المباركة الكبيرة، وإن شاء الله كل شباب المجلس يتجوز، اللي يتجوز واحدة يتجوز ثنتين إن شاء الله.